أعلنت وزارة الدفاع مقتل القياديين في تنظيم القاعدة والمسؤولين عن جرائم الاغتيالات التي تنفذ بواسطة الدراجات النارية في العاصمة صنعاء. وأوضحت الوزارة أن القياديين هما عبد الخالق محمد الكبسي والمكنى بسلمان ومساعده القيادي يحيى محمد ناصر سنهوب والذي يكنى بقاسم. في أول إعلان رسمي يزيح التكهنات بشأن مصير قرار الجرعة، أعلنت شركة النفط أن السعر المحرر لمادة الديزل محدد فقط للقطاع الصناعي والتجاري والشركات النفطية الأجنبية، وقالت إن بقية القطاعات ستظل تموينها بالأسعار المدعومة 100 ريال للتر الديزل و125 للتر البنزين، مشيرة إلى توصلها إلى اتفاق مع القطاع الصناعي والتجاري يقضي بالسماح للملاك باستيراد احتياجاتهم من مادة الديزل أو البيع له مباشرة بالسعر المحرر. سلمت اليمن وثيقة مصادقتها على بروتوكول انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، وذلك عقب استكمال الإجراءات الدستورية الوطنية لتصبح العضو 160 في 26 من شهر يونيو المقبل بحسب قواعد إجراءات العضوية في المنظمة. وقام وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب أمس بتسليم الوثيقة إلى مدير عام المنظمة روبرتو أزفيدو خلال جلسة استماع رسمية للإيداع في مبنى المنظمة بالعاصمة السويسرية جنيف. أكدت وزارة الداخلية أن الاهتمام بتأسيس منظومة وطنية حديثة ومتطورة لأعمال السجل المدني تعد واحدة من أولويات مهامها خلال هذه المرحلة التي تسعى لإنجازها ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار. ونوه رئيس مصلحة الأحوال المدنية العميد الدكتور أحمد سيف الحياني خلال ورشة عمل خاصة بتعزيز التعاون بين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني والجهات ذات العلاقة بدعم الجهات المانحة لتمويل بعض الأنشطة النوعية في هذا المجال، وكذا دور منظمة اليونسيف والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية. أكد السفير الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء ماثيو تولير مواصلة دعم الولايات المتحدة الأمريكية للعملية الانتقالية في اليمن والجهود التي يبذلها الرئيس هادي من أجل ضمان تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبما يحقق أمن واستقرار اليمن. جاء ذلك خلال تسلم نائب وزير الخارجية أمير سالم العيدروس اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير ماثيو تولير كسفير للولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن. واصلت جماعة الحوثي المسلحة هجوما على مواقع الجيش والأمن بمحافظة عمران في الوقت الذي قامت بقصف دار القرآن الكريم وعلومه في منطقة الجنات بالعديد من القذائف ولليوم الثاني على التوالي. وقالت مصادر محلية اليمن شباب إن مسلح الحوثي هجموا الليلة الماضية وصباح اليوم الأربعاء مواقع الجيش في منطقة الضبر والجميمة وقصر الجنات والمحشاش، ما أسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين لم يعرف عددهم. إلى ذلك قالت المصادر إن نزوحا كبيرا لا تزال تشهده المدينة والمناطق المحيطة بها تخوفا من انفجار الوضع وسط المدينة. أعلنت نقابة الاتصالات والبريد وتقنية المعلومات إضرابها الكلي والاعتصام في حوش المؤسسة العامة للاتصالات للمطالبة بتغيير قيادة الوزارة والمؤسسة، واتهمت النقابة وزير الاتصالات ومدير المؤسسة بالفشل في الحفاظ على مقدرات الاتصالات مطالبة بتعيين وزير متفرغ للوزارة ومن أصحاب الكفاءات النزيهة لبناء المؤسسة والحفاظ عليها. قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية إن الحرب التي خاضتها قوات الجيش ضد القاعدة في أبين وشبوة تسببت بنزوح أكثر من 45 ألف نازح، وأكدت أن الاحتياجات العاجلة في الوقت الراهن تتمثل في توفير الغذاء للنازحين وخدمات الرعاية الصحية والحصول على المياه النظيفة ودعمهم بالمؤن والمواد غير الغذائية،
فيما ستحدد النشاطات الإغاثية الأخرى في ضوء نتائج تقييم الوضع الإنساني في المنطقة. حذر خطباء ومرشدون من المؤامرات التي تهدف إلى النيل من أمن الوطن واستقراره ووحدته، داعين إلى توحيد الجهود للمساهمة في ترسيخ الأمن وتعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن والتأكيد على وحدة المجتمع. وأكدوا في الملتقى الثالث للعلماء والخطباء والدعاة الذي عقد بذمار على أهمية الالتزام بالتوعية بمخرجات الحوار الوطني ومواجهة الإرهاب. دشنت الجمعية الطبية الخيرية بمحافظة ذمار المخيم الطبي المجاني لأمراض المخ والأعصاب والعمود الفقري، وبحسب القائمين على الجمعية سيتم تنفيذ أكثر من 15 عملية جراحية للمخ والأعصاب والعمود الفقري، بالإضافة إلى إجراء المعاينات والأشعة المجانية لعشرات المرضى بالتعاون مع مستشفى دار الشفاء بمحافظة ذمار. رفع نادي قضاة اليمن الإضراب بشكل كامل في جميع المحاكم والنيابات العامة ابتداء من اليوم الأربعاء. وكان بيان صادر عن نادي القضاء قال إن استئناف العمل جاء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على تلبية متطلبات واحتياجات السلطة القضائية خلال المرحلة القادمة، وهي المطالب التي تواصل على إثرها إضراب القضاة منذ شهرين. كشف رئيس الجمهورية عن قرارات قال إنها ستصب في معالجة الأوضاع في محافظة عمران ونبذ العنف وفتح آفاق جديدة للبناء والإعمار. وأكد الرئيس هذه خلال لقائه اليوم في العاصمة صنعاء مسؤولين ووجهاء من أبناء محافظة عمران، أكد أن أمن عمران جزء لا يتجزأ من أمن العاصمة ولا مجال لأي اختراق أو اختلاق المعاذير الواهية أيا كان أشكالها ومضامينها، معربا عن ثقته بأن يعي الجميع مخاطر المرحلة وتجنيب البلاد ويلات الصراعات بكل أشكالها ومعانيها ومسمياتها. شهدت جلسة البرلمان اليوم خلافات حادة بين مؤيدين ومعارضين لاستمرار إجراءات سحب الثقة عن الحكومة، وفشل البرلمان في اتخاذ أي قرار ضد الحكومة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني للتصويت بسبب انسحاب عدد من الأعضاء احتجاجا على إدارة الجلسة. في حين نقل رئيس البرلمان يحيى الرعي عن رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي حثه للنواب والحكومة بتحمل مسؤولياتهم في بحث إجراءات حل مشكلة أزمة المشتقات النفطية. أكدت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الأسبوعي التزامها بالتنفيذ العاجل لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات السكان وتحقيق الأمن والاستقرار. وتدارس اجتماع الحكومة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبا، تدارس الحلول المناسبة والممكنة لمعالجة الاختناقات القائمة في المشتقات النفطية. وأكدت الحكومة التزامها بجميع وزاراتها وأجهزتها التنفيذية بتدعيم العمل مع البرلمان من أجل استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية. تتواصل في عدد من المدن اليمنية فعاليات الاحتفاء بالذكرى 24 للوحدة الوطنية، وشهدت محافظات تعز ولحج وإب مهرجانات فنية وخطابية أكدت كلمات المشاركين فيها على أهمية المناسبة وعظمة المنجز الوحدوي الذي أعاد لليمن مجده واعتباره وكرامته. كشفت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني عن دعم صيني لإنشاء معهد تقني جديد في منطقة الروضة بالعاصمة صنعاء وترميم معاهد أخرى. المعهد التقني الجديد ووفقا لوزارة التعليم الفني لإقطاع سوق العمل سيقام على مساحة 89 ألف متر مربع ويضم 9 أقسام جديدة، أهمها الطاقة الشمسية وشبكات توليد الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى قسم الجرافيك وأقسام تقنية أخرى.
يتواصل أمام مبنى محافظة أبين الاعتصام المفتوح المطالب بتفعيل صندوق الإعمار وتعويض متضرري أحداث 2011، واتهم المحتجون نافذون في السلطة المحلية بإغلاق صندوق الإعمار والعبث بمخصصاته المالية. أقيم في العاصمة صنعاء وضمن فعاليات إحياء الذكرى الثالثة للحرب على الحصبة معرض صور لضحايا الحرب التي أودت ب 174 شخص وإصابة 519 آخرين. وجدد أهالي حي الحصبة مطالبة الدولة والحكومة بسرعة صرف التعويضات التي أقرتها لجنة حكومية قبل أكثر من عام، ومعالجة الجرحى وتوفير الرعاية الكاملة لأسر الشهداء وتقديم كافة المتورطين بتلك الحرب إلى محاكمة عادلة. أشهر في العاصمة صنعاء رابطة لدعم وتأهيل الشباب للمناصب القيادية في الدولة. الرابطة كما يقول القائمون عليها مؤسسة شبابية جامعة تعمل بعيدا عن الصراعات السياسية والحزبية والاتجاهات الفكرية والمذهبية. وطالب أعضاء الرابطة بسرعة تطبيق مخرجات الحوار الوطني المتمثلة بإشراك الشباب في صناعة القرار باعتبارهم شريكا مهما وفعالا في مختلف مكونات الحياة المجتمعية. تظاهر أمام رئاسة الحكومة العشرات من خريجي كليات الطب والصيدلة للمطالبة بمنحهم تراخيص مزاولة المهنة، وشكل المحتجون من رفض المجلس الطبي منح تراخيص العمل، الأمر الذي قالوا إنه عرقلهم عن ممارسة أعمالهم. بدأ في العاصمة صنعاء مشروع تأهيلي لمئة محاسب ومراجع قانوني في برنامج الزمالة الخليجية. المشروع يهدف وبحسب القائمين عليه إلى الإسهام في إعداد كفاءات وطنية تواكب الاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال المحاسبة والمراجعة. دشن في مدينة تعز برنامج تدريبي لإشراك أعضاء الحوار الوطني والناشطين الشباب في التوعية المجتمعية، ويهدف البرنامج إلى التواصل الفعال مع المجتمع وتنشيط أعضاء الحوار في التوعية بالمخرجات.